السلام عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أنا من سكان الرياض وأتيت بعمرة في أشهر الحج. نعم. يقول أحسن الله عليكم: أنا من سكان الرياض وأتيت بعمرة في أشهر الحج، ثم رجعت إلى الرياض ومكثت فيها إلى وقت دخول شهر ذي الحجة، فدخلت مكة وأنا غير محرم وأحرمت منها، فهل أكون والحال هذه متمتعا؟ التمتع انقطع بالسفر، تكون مفردا، ودخولك إلى مكة بدون إحرام وانت ذاهب للحج من الرياض وأحرمت من مكة يكون عليك فيه فدية، تعديت الميقات ناويا الحج فيكون عليك فدية لتعديت الميقات بدون إحرام. نعم.